بالعاده هاي بتطول عمك الغزال. معك حق، بس غرقنا بالحديث اللي هو عكس. كنا عم نحكي عن الوزاره ليش هيك؟ ليش هي وزاره هيك؟ هيك على الابلغ. الوزاره القديمه رح تستقيل؟ شو؟ انت رح تستقيل معه؟ ايه طبعا. يعني معقولة هن يستقيلوا وانا ضل جوات الوزارة؟ والله مو خبرني. يا جماعة التهاني خانوا فينا. وليش مش متهاني خانوا فينا بقى؟ لأنها كانت رح تموت غيره لما طلعت أنت بالوزارة وسلموك حقيبي. طلعت هي بالمسنين المقرر كانت رح تنفلع في السجن. لا تقعد تتهمني يا نوال. تهاني خانوا ما رح تشمت فينا أبدا. وشو غدا فعلا؟ لأنه على الأغلب رح تضل معي حقيبتي. يعني رح تستقيل وتضل الحقيبة معك؟ ولك يا نوال الحقيبة تعبير مجازي. فكرك لما رح يسلموني الوزارة بيسلموني حقيبة ايش؟ انت ايه؟ عن جد بيسلموني اياها؟ شكل ثاني. لكن شلون رح تضل الحقيبة معك؟ في احتمال كثير رد على تشكيل الوزارة. عن جد؟ يعني في احتمال كثير. بناء على التكتيك السياسي والخط المنهجي الذي انا رسمه لمستقبلي وحسب لعبه التوازنات السياسيه بالبلد لازم يكون في الي رجل بالوزاره الجديده. ما في كلام. الهي الهي سلامتك يا رب. شو عاصم ايه؟ عم نظمي بيت في شكل الوزاره. ايه والله يا فايز. ايه ما عرفت من طالع فيها؟ عم يقولوا انه رح تكون وزارة الامتياز، يعني رح تضم على الاغلب كل القوى السياسية في البلد. عظيم، شيء حلو كثير. ايه حلو ما اختلفنا، بس انا ما بتوقع اطول كثير ها. وليش بقى؟ هيك حكومات هجينة وعلى مبدا من كل قطرة اغنية ما بتروح للزيادة. لانه بتكون يا فايز وزارة توازنات مؤقتة. وهالتوازنات هي معرضة بسرعة للاختلال، مثلا. يعني خذها بالعقل. شلون حزب الرفاه والبنين بده يحكم البلد مع حزب الايات البيضاء؟ وشلون بده يجتمع حزب سوريا اليوم مع حزب سوريا الامس في حكومه واحده؟ شلون؟ شلون بده يتفق حزب الرايات الخفاقه مع حزب الطريق الوعد؟ في بيناتهم مصنع الحداد؟ شلون فايز؟ معك حق. طيب وحزبكم حزب الحزام الاخضر ما له حصه بالوزاره؟ بلى راح يعطونا حقيبتين. يا ترى طالع لك شيء حقيبي من الحقيبتين؟ لا طبعا، لانه قياده الحزب عنا. شو يعني؟ معترضات الوزاره؟ هو بيني وبينك انا هالمره مالي معتمد على حزبنا. لكن حلم من لا تستعجل فايز، بكره تعال.